خلينا ندخل في المواضيع على طول. تحب نبدأ بشكل عام في الإطار العام للفصل بين الهيئات الرياضية؟ يعني مثلا لو ضربنا مثال زي موضوع شيكابالا. موضوع شيكابالا ده راجل راح تبع كل الإجراءات أو الدرجات اللي نقدر نسميها قضائية أو اللي نسميها استئناف، أو سواء من الهيئة اللي عاقبته اللي هي تمثيلها في اتحاد الكورة، والهيئة اللي المفروض مشكلة من اللجنة الأولمبية اللي متمثله في لجنه التسويه التحكيم. والتحكيم، مديله حكم، واللجنه والهيئه اللي عاقبته ما بتنفذش الحكم. مين قبل مين؟ انا شيكابالا اروح لمين؟ ادخل اكلم مين في التليفون؟ اللي هم يا جماعه انا معايا حكم مش عارف انفذه، ولا انا غلطان ولا مش غلطان؟ بالنسبه لعقوبه شيكابالا، طبعا هي عقوبه انتقاميه، عقوبه غير عادله، عقوبه متعمده من اتحاد الكرة، أصدرتها لجنة الانضباط بتعليمات من رئيس الاتحاد، أنا آسف في الكلمة لكن بتعليمات كويس. وبعدين شيكابالا استأنف على هذه العقوبة عند لجنة التظلمات اللي هي المفروض يبقى اسمها لجنة الاستئناف، وخفضت العقوبة. وبعدين راح بعد كده إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي. نخلينا في الجزئية بتاع اتحاد الكرة، هل شيكابالا أخطأ؟ نعم أخطأ. هل شيكابالا يستاهل العقوبة؟ نعم يستاهل العقوبة، لكن مش العقوبة دي، مش الحجم الضخم. مين اللي يقول لي بقى عقوبة ايه؟ المفروض ان انا بنفذ اللايحة، هو في اول مرة اكتر من اللايحة، ولما استأنف برضو ما طبقش اللايحة، اكتر من اللايحة، لان اللايحة قالت 250 الف ومدروه 500 ونزلوا المباريات لتمانية، وقبل كده كانت 8 شهور او حاجة زي كده، يعني حاجات خزعبلية لا تستند على لوائح ولا قوانين.